في مدة لم تتجاوز 6 أشهر دخل المدرج الرئيسي لمطار الجزائر الدولي هواري بومديان حيز الخدمة. المدرج الذي يزيد طوله عن 3500 متر سيسمح باستقبال طائرات الحجم الكبير والعمل في مختلف الظروف والأحوال الجوية. هو أثقل طائرة حاليا. شكرا على كل ما قمت به، على الخبرة الجزائرية اللي تفرح البلاد، والآن إن شاء الله نطلقوا في المدرج الثاني. مشاريع أخرى دخلت حيز الخدمة خلال الزيارة الميدانية التي قادت وزير الأشغال العمومية إلى ولاية الجزائر، كما كانت الزيارة فرصة لإعطاء إشارة انطلاق عديد المشاريع. من بين هذه المشاريع هذا المحطة نتاع بيرماندرايس، هذا المشروع عنده أهمية قصوى للتبادل ما بين أولا على مستوى الولاية وعلى المستوى حتى الوطني. دايرين لي بلي نهاية 2022 تكون في حيز الخدمة بالطرقات وبالمحطة. مشاريع هامة بولاية الجزائر عادت فيها وتيرة الإنجاز إلى طبيعتها في إطار بعث برامج قطاع الأشغال العمومية التي توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا.